عودة إلى خنادق هدأ القتال فيها منذ مدة، لكنه قد يشتعل هنا في أي لحظة. عين على الهدف، على طول خط النار، وأصابع لا تخطئ الزناد. الحرب خدعة في هذه الأرض المتمردة من شرق أوكرانيا التي يحاول مقاتلون موالون لموسكو فصلها وضمها إلى روسيا. نحن جاهزون وعلى أهبة الاستعداد في حال أرادوا الحرب. تخشى أوكرانيا أن تتحول آخر مناورات شتوية تجريها روسيا على حدودها الملتهبة إلى اجتياح يقتطع منها منطقة الدونباس الغنية بمناجم الحديد والفحم، كما حدث من قبل مع شبه جزيرة القرم. يسيطر مقاتلون موالون لروسيا على أجزاء واسعة منها. على أراضيها أنشأوا جمهوريتين انفصاليتين من جانب واحد، جمهورية دونتسك وجمهورية لوهانسك الشعبيتين، وذلك بعد قتال خلف 13 ألف قتيل منذ 2014 ولم يهدأ إلا الصيف الماضي. هناك ضمانات غربية لأوكرانيا بمساعدتها، لكن في حال اندلعت حرب كبيرة واجتاح الجيش الروسي حوض الدونباس ومناطق حدودية، فإن الغرب ليس بوسعه أن يفعل شيئاً. في كييف يبدو الرئيس الأوكراني الذي تحاصره مشاكل داخلية أثرت سلباً على شعبيته واثقاً من دعم الغرب في مواجهة روسيا، بعدما طمأنه الرئيس الأمريكي وعده رئيس الوزراء البريطاني في آخر مكالمة هاتفية بالوقوف إلى صفه. لا يعول الرئيس الأوكراني على حلف الناتو في ردع روسيا فحسب، بل يراهن على ضم بلاده إلى هذا الحلف، وترفض روسيا أن تكون هذه الجمهورية السوفيتية السابقة بوابة متقدمة يطل منها الغرب مباشرة على موسكو. تحصي أوكرانيا جنودها القتلى في شرق البلاد الملتهب، تخلدهم في تماثيل من حديد. رغم محاولاتها المتكررة أن تكون غربية، ما زال إرث الاتحاد السوفيتي يشدها بقوة إلى روسيا. صابر أيوب، العربي، كييف.